صباح الاورنج. صباح الاورنج المعكوس. الاورنج المعكوس فعلا. واحنا بنرتب ملابسنا امس سنر تقول لي هنزي الشطرنج، قلت لها كويس الشطرنج بعيد عن الابيض والاسود، نخلينا في الاورنج والاسود. اورنج قانون جديد للشطرنج، قانون الجاذبيه. والله يا صباح العافيه، صباح الخيرات اينما كنتم مشاهدينا. نحاول اليوم ان احنا نستطرق في امور جديده. عجبني جدا موضوع برلمان الطفل، متخيله كيف يكون محاكاه واقعهم، كيف تكون، ايش الاساليب اللي يستخدموها، فعلا بيؤخذ برايهم ولا لا. كان في برنامج زمان كان اسمه برلمان الطلائع، كان بيعمل محاكاه فعلا للبرلمان ويعلم الاطفال ازاي يمارسوا حقوقهم السياسيه، ازاي بالمفاهيم طبعا على قدهم طبعا، بس كان حلو جدا فعلا، لانه اللي بيحصل بره بيبقى كده، انه بيعلموا الطفل ازاي الديمقراطيه ازاي تكتسب وتمارس من الصغر، يعني بحيث لما تكبر خلاص انت عندك كل الايديولوجيه الصحيحه انك تمارس حياتك فيها سياسيا حتى وتاخذ قرارات صحيحه. ده احد موضوعاتنا. طبعا عندنا موضوعات ثانيه من بينها موضوع عن بيونسي وتاثيرها، انها اكثر تاثيرا طبعا. واضح ان هي فعلا عندها تاثير قوي جدا، وده هنتكلم عنه في حين. وخلينا نشوف ابرز هذه الفقرات. بيونسي تؤثر في العالم اكثر من اوباما وبوتين. تجربة برلمان الأطفال في اليمن، هل هي مجرد فقاعات في الهواء؟ في المغرب الذهب الأحمر يباع بنفس قيمة الذهب الأصفر. الصين تحظر أكل لحوم الحيوانات المهددة بالانقراض. روابط، مشروع شبابي لمستقبل أفضل. بيونسي يعني اولا انا بحب اغانيها، ليها سلوجن خاص في اغانيها. طبعا هي تؤثر في العالم كما اشرنا، انها تؤثر اكثر من اوباما وبوتين في القائمه السنويه لمجله التايم. طبعا القائمه علشان بس يعني الامور تكون واضحه، القائمه ليها زي كاتيجوريز كده، او بتتكلم عن لا غير المعايير، ان هي كمان ليها بتتكلم مثلا عن الفنانين، عن القاده، عن الرموز، عن الزعماء. فهي الاكثر تاثيرا في كل مجال ونفوذا اعتقد، زي ما كانت مجله مش متذكره اسمها، كانت دكتوره غادة عامر من اكثر الشخصيات النسائيه تاثيرا ونفوذا، كانت حاجه في الاقتصاد. الاقتصاد بالضبط. فطبعا بيونسي جاءت من اكثر 100 شخصيه على مستوى العالم في التقييم السنوي او القائمه السنويه لمجله التايم. متهيألي هي يعني دائما مثيره للجدل كمان حتى، والشائعه الاخيره اللي ربطتها بالرئيس الامريكي باراك اوباما يمكن جعلتها جعلت العالم كله يلتفت اليه. بالضبط. طيب نشوف التقرير. صارت مجله التايم الامريكيه قائمه باقوى 100 شخصيه مؤثره في العالم، وكانت للمراه نصيب الاسد فيها، وقد تصدرت المطربه السمراء بيونسي احد اغلفتها كواحده منهن. وكتبت المجله عن بيونسي التي ظهرت بملابس بحر بيضاء على غلاف المجله بالابيض والاسود انها لا تجلس فقط على المنضده، بل تصنع واحده من افضل انواع الموسيقى التي تدافع عن المراه. كما تصدرها في عددها السنوي عددا قياسيا من النساء، من بينهن نجمة البوب مايلي سايرس ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وانضمت إليهم المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. وتشمل قائمة هذا العام العديد من النساء التي حققنا شهرة ليس فقط في مجال واحد، ولكن ممن أحرزن نفوذا خارج نطاق المهنة، وذلك حسب ما ذكرت المجلة. ومن بين الأسماء التي شملتها القائمة جانيت يالن، أول امرأة تترأس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وميغان كيلي مقدمة البرامج بشبكة فوكس نيوز. ومن الأسماء الأقل شهرة بالقائمة وزيرة المالية النيجيرية نيغوزي إيكونغو، وكاثرين سوليفان رائدة الفضاء الأمريكية السابقة والمديرة الحالية للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي. وكانت أصغر أعضاء القائمة هي ملالا يوسف المراهقة الباكستانية التي تؤيد الحق في التعليم، ولاعبة الجولف الهاوية ليديا كو من نيوزيلندا، ولاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والرئيس التركي عبد الله جول، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، نهاية بالممثل بندكت كومبرباتش. قائمة غنية غنية فعلا بالشخصيات الأكثر تأثيرا، بس لفت نظري أن في
مذيعة في فوكس نيوز. فوكس نيوز يا. أنا بفكر أروح أكتب اسمي في الأول وهم نايمين يعني. هتروحي تحترفي؟ لا لا لا، وهم نايمين أدخل أكتب اسمي في 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 أول القائمة. قائمة المذيعين. نشوف. طيب عشان نلحق بس الموضوع قبل ما يتطور، نطلع على الصحافة العربية وبعدين نرجع. مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة في الصحافة العربية، نبدأها من السباق الرئاسي المصري ومتابعة الصحف المصرية له، فنقرأ من صحيفة الأهرام: السيسي يصف كرسي الرئاسة بأنه من نار ويطالب الشباب بالاستعداد للقيادة. تحت هذا العنوان نقلت الصحيفة تأكيد المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي لقناة سكاي نيوز العربية أن كرسي الرئاسة في مصر يعني له كرسي النار، وأنه يقدر بشدة دور شباب ثورة يناير وطالبهم بالاستعداد ليكونوا قيادات المستقبل، مشيرا إلى أنه في حاجة إلى حماسهم ونقائهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإخوان المسلمين أمنوا بيئة للإرهاب في سيناء وأن الرأي العام تجاه حركة حماس أصبح سلبيا، ونصحهم بأن يلحقوا أنفسهم قبل ما يزداد حجم فقدان التعاطف الشعبي معهم. كما تابعت الصحيفة حملة المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي وكتبت تحت عنوان: صباحي يقول الجيش تاج على رأس المصريين، تحويل دلتا النيل إلى محمية طبيعية ومنع التعديات على الأراضي الزراعية. تحت هذا العنوان كتبت: عرض صباحي أهم ملامح برنامجه على المواطنين الذي يتضمن تحويل دلتا وادي النيل إلى محمية طبيعية للزراعة ووضع حلول جذرية لمشكلة البناء على الأراضي الزراعية عن طريق نقل الأنشطة غير الزراعية إلى المدن الجديدة ووضع خريطة تهدف إلى إنشاء مجموعة من المدن السكنية الجاذبة للموظفين الذين يسكنون في قراهم ووضع إجراءات رادعة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك خلال مؤتمر جماهيري بمحافظة الشرقية. وبحسب الصحيفة جدد صباح احترامه وتقديره للجيش المصري قيادة وضباطا وجنودا، مؤكدا أن القوات المسلحة تاج على رأس كل مصري ومصرية، لكنه يحمي ولا يحكم. صحيفة القدس العربية اهتمت باللقاء الذي جرى بين رئيس الائتلاف السوري المعارض والرئيس الأمريكي وكتبت تحت عنوان: الجربة يقول تأخر أمريكا سمح بظهور الجهاديين، والسماح للأسد بقتلنا دون كيماوي منطق عجيب. نقلت الصحيفة تصريح رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة الذي قال فيه إن الولايات المتحدة تتحمل جزءا من المسؤولية في انتشار الجهاديين بسوريا بسبب تأخرها في دعم المعارضة المعتدلة، متسائلا عن المنطق الذي يرفض قتل السوريين بالسلاح الكيماوي بينما يقبل قتلهم بالطائرات والدبابات دون مساعدة دولية. وأشارت الصحيفة إلى طلب الجربة من الولايات المتحدة تقديم أسلحة نوعية مثل الصواريخ المضادة للطائرات لمنع الغارات التي تستخدم فيها المقاتلات التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد البراميل المتفجرة، ولكن الإدارة رفضت ذلك. اهتمت صحيفة الحياة اللندنية بالوضع الإنساني في سوريا ونشرت دراسة تشير إلى أن عدد الأشخاص المهجرين في العالم نتيجة نزاع أو وضع ناجم عن أزمة بلغ 33.3 مليون في نهاية 2013. وكتبت الصحيفة تحت عنوان: عائلة سورية تنزح كل دقيقة بسبب الحرب. تقول إن 5 بلدان شكلت وحدها ثلثي ظاهرة الأشخاص الذين تهجروا في 2013، وهي سوريا وكولومبيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. والنازحون هم الأشخاص الذين يهربون من منازلهم لكنهم لا يغادرون بلادهم، خلافا للاجئين الذين يجتازون الحدود. وتعتبر الدراسة التي نشرت في جنيف أن 8.2 مليون مهجر إضافي سينضمون حتى نهاية 2014 إلى 3.3 مليون أواخر 2013. وتتابع الصحيفة أن السوريين يشكلون نصف 8.2 مليون مهجر في 2014، وما زالت سوريا التي يهجرها
9500 شخص يوميا، أي ما يوازي عائلة كل 60 ثانية. البلد الأكثر تأثرا في العالم بمشكلة النازحين في الداخل. وختمت الصحيفة ما جاء في الدراسة بأن الارتفاع المأساوي لعدد النازحين في 2013 ومتوسط فترة الإقامة خارج المنزل التي تبلغ 17 عاما يؤكد أن ثمة شيئا خاطئا تماما في طريقة معالجة هذه المشكلة. إلى موضوع آخر ومن صحيفة أخرى، فتحت عنوان الرشوة تودع أولمارت السجن 6 سنوات. كتبت صحيفة الشرق الأوسط بعد 10 سنوات من التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمارت في القضية الشهيرة هولي لاند، قرر قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب الحكم على أولمارت بالسجن الفعلي 6 سنوات ودفع غرامة قدرها 1,000,000 شيكل، أي 290,000 دولار، بتهمة تلقيه رشا عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس. وتتابع الصحيفة، يقدر قانونيون في إسرائيل أن استئناف أولمارت سيرتكز على حجتين أساسيتين. الأولى أن الحكم عليه سابقة في القانون الجنائي في إسرائيل، إذ لم يثبت بوسائل ملموسة في المحكمة بأن أولمارت تلقى الرشا فعلا، وإنما استند الحكم على شهادة شقيقه يوسي أولمارت وشهادة أخرى من شخص يدعى صموئيل دخنر نقل الرشوة. أما الثانية فإن دخنر توفي خلال الاستجواب الموجه ضده ولم يتمكن الدفاع من استجوابه وإثبات أن الأمر ليس صحيحا. كان هذا مشاهدينا ختام جولة الصحافة في الصحافة العربية. شكرا للمتابعة، عودة للزملاء. أشرنا في الأول أنه فعلا تجربة برلمان الأطفال تجربة مثيرة، تجربة المفروض أن كل الدول العربية تولي لها اهتمام كبير وتبدأ تدعم قدرات السياسية عند الأطفال، مش بالضرورة الممارسات السياسية صعبة، ولكن تطعيمهم إيش معنى الديمقراطية؟ لما أطلع كيف أكون قائد؟ قائد في مدرستي، قائد في بيتي، قائد في عملي، قائد حتى داخل البرلمان. هي التجربة طبعا كانت في اليمن، مش عارفة ليه بين قوسين في تحفظات كثيرة عليها على التجربة ولا على إنها ولا على ممارستها في اليمن؟ ممارستها في اليمن، لكن التجربة رائعة، كان فيها أطفال ما شاء الله عليهم، التقيت بكثير منهم أثناء كنت في اليمن، متطلعين في نار. الطفل الآن أصبح ذكي فعلا، ينعمل له 1,000,000,000 حساب في كلامه. بس ما نكبتش رغبات الأطفال ونحصرهم في دايرة كده انه انت في حاجات على قدك، زي يعني لا تتجاوز افلام الكرتون. لا فعلا، انه واعتقد هم الاطفال هنا في سن معينه برضو، يعني مش صغار الاطفال بالضبط. اعتقد انه في يعني مرحله اللي هي الطلائع فعلا او البراعم، ممكن تكون فعلا تجربه، لانه هو ده الفتره اللي ذهنهم بيتفتح، بيبقوا قادرين على ان هم يخوضوا غمار الحياه بشكل مختلف او بمفاهيم مختلفه. طبعا الموضوع ده هنتابعه ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، برلمان الأطفال في اليمن تجربة تستحق الدراسة والاحترام. زي ما اتكلمنا طبعا قبل الفاصل انه هيكون معانا موضوع عن برلمان الاطفال تحديدا في اليمن. دي تجربة طبعا تمت من قبل مؤسسة نشطاء، وكان سنة 2000 وعلى مستوى أمانة العاصمة فقط كتجربة، ولكن المشكلة فعلا زي ما قلت أسماء انه ما كانش فيه تمويل ولا يعني ضمانات في ممارسة التجربة طبعا، ولا ضمانات حتى في تنفيذ القرارات، وتحس انهم لفترة من الفترات كانوا بيضحكوا على الأطفال، موجودين بتقولوا قرارات لكن لا تصعد ولا تفعل حتى على مستوى مجلس الشعب البرلمان العادي، انه يؤخذ بعين الاعتبار، لانه القضايا كلها كانت تتحدث عن الاغتصاب، عن تتحدث عن حقوق التعليم، كانت تتحدث عن الاتجار بالاطفال، تتحدث الاطفال مستوعبين واقعهم، مستوعبين كمان كيف سيكون المستقبل. هنناقش ده، وعايزه يعني اناقش معاكي فكره، يعني هل هو المفروض انه كان فعلا القرارات يؤخذ بها في مجلس الشعب، ولا هي مجرد محاكاه بتعلمهم ازاي مجلس الشعب؟ لا، كانت الحكومه اقرت في فتره من الفترات ان برلمان الطفل معترف به كقرارات على الاقل يؤخذ بما ينصح به في تصليح المجتمع، لان هم اللي يعطوا صياغته طبعا، لانه طبعا اكيد طبعًا التجربه غير ناضجه بحكم او التلميذ على نقاط مفتوحه والكبار لا يرونها والصغار يرونها، من حقهم يعيشوا. نشوف التقرير وبعدين نفرد مساحه اكبر للمناقشه والحوار.
يعتبر برلمان الأطفال ومجلس شورى الشباب في بلادنا من التجارب المتميزة في منطقتنا العربية كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لجهود الدولة في البناية والتنمية، ويجسد دور الأطفال والشباب في بناء العمل الديمقراطي قياد مسارات الدولة الحديثة. وللإيمان بأهمية تدريب الأطفال على الديمقراطية منذ الصغر، تحولت عشرات المدارس في أنحاء اليمن إلى لجان انتخابية أدلى فيها آلاف التلاميذ بأصواتهم لاختيار ممثليهم في برلمان الأطفال، واصطف التلاميذ في طوابير انتظارا لوضع بطاقات التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء برلمان الأطفال السابع. أنشئ برلمان الأطفال في اليمن عام 2000 ويتألف من 72 عضوا. وذكر المسؤولون عن تنظيم الانتخابات أن آلاف التلاميذ سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين، ويناقش أعضاء برلمان الأطفال خلال الجلسات أوضاع الطفل وحقوقه، ويقومون بزيارات ميدانية للتعرف على أحوال أبناء وبنات جيلهم في مختلف المحافظات. معنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع دكتورة سمية الألفي الخبيرة في مجال حقوق الطفل والمرأة. صباح الخير. صباح العافية عليك دكتورة. ونتحدث تحديدا عن برلمان الطفل، تجربة رائدة وتجربة جميلة، ولكن لم يكتب لها الحياة لفترة طويلة، معوقات حكومية وقرارات ليست في صالح بنية أساسية هي الأطفال. يعني خلينا بداية نتفائل. نتفائل بما يعني بتداعيات الربيع العربي اللي ربما بعض يعني المتابعين يكونوا شايفين انه مش ربيع قوي، وانا رايي انه لسه الموضوع في مرحله التشكل. لكن من اكثر النتائج الايجابيه لما حدث من تغيرات سياسيه في المنطقه وطبعا في القلب منها كان اليمن ومصر، هو تغيير الثقافه عند الاطفال نفسهم. يعني الأطفال لم يعدوا مشاهدين كما أصحاب قرار. أصحاب قرار وأصحاب يعني مساحة. تقريبا في اليمن كانت قبل كل الثورات وقبل كل التغيرات من 2000 بالظبط. فبتصور إن إحنا مش هنقدر نشوف إن دي يعني هي الصورة اللي جاية. يعني على سبيل المثال إحنا عندنا في مصر في تجربة جميلة جدا اسمها منتدى الطفل المصري، وهي يعني على نفس المنوال بتاع برلمان الطفل، يعني بيتولى تنفيذه المجلس القومي للطفولة والأمومة في القاهرة. وبرلمان الطفل ده يعني بدأ بعد الثورة مباشرة، واشتغل على أطفال من كل محافظات مصر، ومن أطفال من مدارس عادية جدا، يعني مدارس حكومية ليست مدارس خاصة ولا مدارس إنجليزية ولا مدارس أمريكية. المنتج بتاع التغيير اللي حصل في شخصية الولاد بعد تدريبهم، وخلينا لما نقول تدريبهم نقول تدريبهم بإيه؟ بالأنشطة، يعني بالفن، بالموسيقى، بالغنى، بالرياضة، مش الإلقاء، يعني ما يجب أن يكون، لا لازم يمارسوا. يعني نتائج مذهلة لدرجة انه في عديد من المحافظات الاطفال كونوا زي مجموعات عمل بتزور المحافظين وبتعملهم مساءلة. يعني حضرتك هنا في حفر في الشارع ليه ما ردمتوهاش، في سور مدرسة واقع يا ريت تروحوا تعملوه كذا. يعني بقى عندهم احساس انهم جزء من المجتمع وهم فعلا جزء من الوطن طبعاً. وان ليهم حق انهم يطالبوا وانهم يتكلموا. فكرة نجاح تجربة برلمان الطفل هي مبنية على المناخ العام، يسمح للطفل بالمشاركة، يسمح للمرأة بالمشاركة، يسمح للرجل بالمشاركة. الفكرة دي موجودة ولا لا في يعني تقييم التجربة دي؟ هل فعلا احنا عندنا المناخ العام يسمح بده، ولا بنبص للطفل في الاخر على انه اتكلم على قدك؟ انا رأيي انه في انقسام في المجتمع، يعني في فئات عمرية وفئات ثقافية مختلفة، يعني بحيث انه ممكن البعض وخصوصا من الكبار يعني يشوف انه ايه قله الادب دي، ازاي الصغيرين يتجاوزوا ويتجاوزوا في الكلام مع الكبار. مش مفروض، مفروض يسمعوا للاكبر منهم وياخدوا الخبره. في راي تاني في المجتمع بيقول من فضلكم الخبره على عيننا وعلى راسنا، لكن لو سمحتوا عايزين ندي فرصه للشباب وللناشئه
وللأطفال انهم يعبروا عن رأيهم. اللي هيبقى محك في دون هو المستقبل، وانا شايفة ان المستقبل سوف يقلص مساحة الخبرة. احنا مش محتاجين خبرة قوية. ليه؟ لانه احنا تحت منظومة الخبرة بقالنا سنوات، عشرات السنين، وهذه المنظومة اللي هي خاصة بالخبرة واهل الثقة وما الى ذلك ما خدتش المجتمعات بتاعتنا لقدام، بل بالعكس، وان كانت خدتها لقدام ما كانش هيبقى فيه الانتفاضات الخاصة بالشباب اللي تمت خلال السنوات الاخيرة. فاحنا محتاجين نبص بعمق لما حدث خلال الثلاث سنين اللي فاتت، نستفيد من التجربة، ونتعلم من التجربة بالضبط، وندي فرصة للشباب وللأطفال انهم يعبروا عن نفسهم وانهم يعملوا مبادرات خلاقة. احنا ممكن لا نتخيل كمية الابداع اللي عندهم قد ايه. مثل ما الاعلام يخاطب مستويات كثيرة من المجتمع، يعني احنا الان الغد العربي لما بنجي نقول احنا ما بنترجت او من عن من نتحدث او لمن نتحدث، عن الاطفال، عن الشباب، عن المرأة، عن الرجل المسن، عن الرجل العامل، عن عن عن، فبتتكلمي على مجموعة كبيرة. طيب الحكومات لماذا لا تخاطب شعوبها بمثل هذه المعاني؟ تسمح للطفل بأن يمارس حقوقه، تسمح للشاب بأن يمارس حقوقه، للمرأة، للرجل المسن وللرجل الكبير، كل المستويات العمرية في المجتمع. خلينا برضو نقول انه الحكومات بطبعها اميل للمحافظة، يعني للاتجاه المحافظ اللي هو ابقاء الوضع على ما هو عليه، وضع خطة وتطور الخطة يعني بالتدريج وستيب باي ستيب، او يعني خطوة خطوة وما الى ذلك. خطوات بطيئة. بالضبط. بتكلمي عنه والاكثر من كده كمان، احنا يعني ما فيش تمكين للشباب. أيوة. فلما نتكلم يعني ما بالنا بالاطفال بقى. خلينا نقول ان فكرة التمكين هي قضية متكاملة. طب ما ايضا لا يوجد تمكين للمرأة بدرجة كافية. صح. والمرأة نص المجتمع، والمرأة كانت شريك مثلا في التغيير السياسي اللي حصل طبعاً في المنطقة خلال الفترة اللي فاتت. على سبيل المثال في مصر يعني ثورة 30 يونيو المرأة كانت عمادها وكانت يعني القائد في بعض الحالات، وقدمت الشهيد وقدمت طبعاً الشهداء، وقدمت من روحها هي ومن وقتها ومن ولادها، فما خدتش. لما نيجي نقول بقى في ترتيب البيت السياسي هنلاقيها في الخلفية خالص وتوضع كديكور حتى الآن، فدي مفيش تمكين ولم تأخذ مكانها. أيضا الشباب هم اللي بدأوا الثورة، وهم اللي بدأوا الحراك السياسي، وهم اللي دفعوا الثمن، وهم الوقود الأساسي طبعا، وهم الوقود، ومع ذلك برضو ما أخدوش حقهم. يعني عايز أقول إنه حتى الأطفال، من لقاءاتي مع أطفال في المدارس إن هما كانوا بيسيبوا المدرسة وينزلوا ميدان التحرير. يعني أنا قابلت عندهم أطفال روح المشاركة، بالظبط، جايين مثلا من المنصورة وجايين من طنطا. ليه؟ هو شاف صورة الميدان في التلفزيون وعايز يبقى جزء من الصورة دي فبينزل. وطبعا كنا بنحاول يعني نعمل لهم أشكال رعاية ويعني إقامة وما إلى ذلك. فمسألة التمكين هي رؤية سياسية للقيادة السياسية. قيادة سياسية محتاجة في وطننا العربي محتاجة تشعر بضرورة التغيير، وإنه اللي هيقف قصاد التغيير هينجرف قصاده. حتى الأهالي يعني الأهل الأسرة ممكن تستوعب الممارسة دي من الأطفال، ولا بيعتبروه يعني على مستوى انك لو هتعمله في مدرستك اوكي، لكن هيسافر وهيبقى ليه برلمان وهيقيم في مكان تاني ممكن يلاقي معوقات في اختلاف شديد جدا. يعني انا مثلا في منتدى الطفل في مصر عندي مثلا اسر تدعم اطفالها بشكل غير عادي، يعني لدرجه مثلا انه انا ابقى عايزه مثلا نعمل مسرحيه فاقول عايزه مثلا فلان احمد مثلا، هو طفل جميل جدا وشاطر وموهوب، فالأسرة تجيبه ويقيموا معاه وينزلوا يعني يحجزوا أوتيل أو ينزلوا في مكان علشان هم عايزين يدعموا ابنهم. وفي أسر تاني بتخاف، في أسر مثلا ما عندهاش خوف مثلا على البنات. احنا مثلا عندنا تصور انه البنت لا أو ما تروحش، لا، في أسر داعمين جدا وعندهم ثقة وعايزين بنتهم تتطور. ده دور الإعلام بقى، يعني هنا دور حضراتكم يعني كشريك لينا في التنمية. صح. الإعلام شريك رئيسي في التنمية وليس فقط في الوضع السياسي. يعني احنا شفنا الإعلام في 30 يونيو بيغير كان شريك في تغيير الصورة، يعني كان شريك في تغيير الوضع يعني. فمحتاجين بقى الدعم خلال الفترة اللي جاية للتنمية الاجتماعية للأسرة للتوعية،
يعني اوعي الاسره، لانه عندنا اسر ممكن يبقى تفكيرها ضيق او مش متعلمه، ما تعرفش، محتاجه حد يوعيها يفهمها، ينزل لها يفهمها ازاي تتعامل مع اولادها. يعني العنف مثلا قضيه من القضايا المهمه طبعا جدا. طبعا اول عنف يمارس على الطفل يمارس من داخل الاسره، من داخل الاسره فعلا. اول انتهاك يمارس مثلا اطفال الشوارع والفئات من الاسره، من الاسره طبعا يمارس طبعًا من الاسره طبعا. وهناك العديد من القضايا المسكوت عنها في مجتمعنا، لازم نواجه ده ونعلم الامهات والاباء ازاي يحافظوا على اولادهم. طيب دكتورة، احنا بنتكلم برضو على تجربة، بما ان الاعلام شريك في البيت السياسي والمدرسة ايضا شريكة في البيت السياسي طبعًا. انه تنتج عقول، اما عقول عباقرة فيبدأوا يتكلموا ويبدأوا ياخذوا حقوقهم بشكل معين، واما تنتج شعب راكد وعايش على القهاوي والكافيهات. طيب نتكلم بصراحة، المدرسة عليها دور كبير جدا طبعا. ليش ما فيش أنشطة بشكل موسع؟ يعني على سبيل المثال في مدارسنا احنا في اليمن كان لنا يوم اسمه حكم ذاتي. ايوه انا اكون مديرة المدرسة وفصلي كله يتوزع بين مدرسات وبين مشرفة اجتماعية وبين وبين، نحكم المدرسة لمدة 3 أيام، والمديرة بتراقبنا والمدرسين بيراقبونا. مجرد ما طلعنا من المرحلة الثانوية، لا هي خلقت قادة فعلا. صحيح. في انطلاقه، في ممارسه للحياه السياسيه حتى ولو على مستوى بسيط، لكن انت قادره تاخذي قرار. صحيح. صحيح. التجربه دي كانت تنفذ في مصر ايضا. يعني مدى علمي ولما كنت في المدرسه كنت بمارس التجربه دي، يعني وزي ما بتقولي كانت حاجه عظيمه. ومش بس هذا النوع من الانشطه. يعني الانشطه الخاصه بالمواهب. بالمواهب صح. يعني مثلا حفلات المدرسه، حفلات عيد الام، حفلات الربيع، المسرحيات، الاغاني، كل ده كانت شكل المواهب وبث للثقه في نفوس الاطفال. كمان الانشطه الرياضيه. كمان لما كان يبقى فيه حوش للمدرسه، اللي حاصل مع كثير من الاهمال ويعني ما بقاش حتى في تراجع تراجع الاهتمام بالانسان كانسان. حصل بقى تقليص شديد في الانشطه، والحوش او فناء المدرسه بدا يتم البناء فيه لضيق المناطق. والانشطه لا ادوها لمدرس الدين ولا اي ماده. وهكذا هامش دور المدرسه في البناء. علشان كده بقى نيجي نقول بقى النتيجه بتاعتها ايه؟ ظهور الجماعات المتطرفه واحتضانها للاطفال، بياخدوهم وهم يعملوا لهم أنشطة بديلة. أنشطة بديلة صح. ومدارس بديلة فيعوض عندها الجانب اللي ولقاءات بديلة المدرسة. وطبعا احنا عارفين ان فكرة الانتماء لما تتبني من سن صغير تفضل مع الانسان طول العمر. طب نبنيها ازاي يا دكتور؟ يعني ادينا كده بالعكس فكرة أو بالحاجات العكسية اللي الأستاذ اتكلمت عنها. يعني مثلا أول حاجة علشان تبنيها هو ان انت تحسسي الأطفال دول ان دي بلدهم. بلدهم ليس بالأغاني الوطنية صح ولا الاعلام، بلدهم بالخدمات وبالمتعه. يعني على سبيل المثال انا في فتره من حياتي عشتها في الامارات. يعني كنت اعمل انا وزوجي هناك وكان معايا اولادي. اوجه الرعايه اللي بتقدمها الامارات يعني كدوله للاطفال والاهتمام بالطفوله غير عادي. غير عادي. يعني الحدائق مفتوحه وفيها كل الانشطه، الكرنفالات، الرعايه. لو ماشيه في الشارع او معاكي طفل لازم الطريق يقف. لو واقفه في محل ومعاكي طفل لازم تتقدمي انت الاول. يعني في يعني احترام للاطفال. فبالتالي بيئه صحيه. حتى الان يعني بنتي تعشق مثلا الامارات. طبعا. ليه؟ لانه هي طفله استمتعت. كلنا بنعشقها. ايوه بالظبط. استمتعت وهي طفله في المدرسه في الشارع. اديله متعه، اديله حب، يرتبط بالمكان. طبعا يرتبط بالمكان. فيرتبط بالمكان ايا كان هو المكان ده. فاذا المكان وطنه هيزيد حبه لهذا الوطن. صحيح. فمحتاجه بالممارسه. وكمان نفس فكره المواطن العادي. يعني انت تقولي الشباب لابد ان يشعروا بالانتماء ويعطوا. طيب انت عملت لهم ايه؟ صحيح. يعني فين فرص العمل؟ بنرجع نلوم لما فرص الترفيه غير شرعيه ومش عارف فين ايه فرص بناء حياه. طبعا. يعني طبعاً. ادي للشباب ده وهو هيديكي روحه. ادي له احساس انه مواطن بجد
وان كرامته محفوظة وان حقه محفوظ، فهيديك روحه. الطفل لازم نبني ده، انه حب الوطن يجي بالانتماء للوطن، الوطن ده اللي هو مهتم بيه. طب مفيش مبادرات من المجلس القومي للمرأة والطفل انه يكون في يعني زي تعاون كده مع المدارس، نضع لهم مبادرات بعينها يعملوها، زي مثلا المبادرة اللي أسماء كلمت عنها اللي هي الحكم الذاتي، ان ده يحصل؟ لانه ممكن على مستوى المدرسة بس. أيوة. يعني حضرتك بتكلم عنه رؤية مجتمعية او تغيير طبعا. مجتمعي. أيوة. تام. احنا لو بدأنا حتى على سبيل المثال في المدارس بس، يعني مدى معرفتي بالموضوع ان في مبادرات كتير. مبادرات ما بين المجالس القومية الخاصة بالطفولة والخاصة بالمرأة ووزارة التعليم والجمعيات الأهلية. حضرتك نفسك تكلمتي عن كده انه مفيش انشطة، مفيش حاجات، ويبقى فيه متابعة. خلينا نقول بقى بصراحة، احنا محتاجين حاجتين على مستوى التعليم في منتهى الضرورة. الحاجة الاولانية تغيير الرؤية الشاملة. صح. احنا عايزين التعليم يخرج لنا بني ادم شكله ايه بعد 20 سنة، فده محتاج ايه. صح. دي رؤية يشارك فيها المجتمع كله، مش خبراء التعليم. يعني الفنانين لازم يبقى لهم رؤية فيها، صناع السياسة لازم يبقى لهم رؤية فيها، صناع السينما ليهم رؤية. بالظبط، لانه دي رؤية بتقول المواطن ده اللي احنا عايزينه للمجتمع اللي شكله ايه، رؤية مجتمع. ما هو المواطن في الاخير منتج. بالزبط. هو منتج. انا هصرف على المنتج واعلمه. أيوة. وضبط له اموره، هيطلع. أيوة. منتج سليم. النقطة الثانية وفي منتهى الاهمية هي التمويل. صح. لازم ميزانية الدولة يعاد توزيعها بحيث انه البلوك الاساسي يروح للتعليم. ليه؟ لانه ما ينفق على التعليم اقل بكثير من الاحتياج. بالزبط. وما يخصص للتعليم اكثر من 85% منه يذهب للمرتبات. فما يذهب للعملية التعليمية 15%. ده يقول لنا ليه هذا المنتج، العملية التعليمية، بهذه الضعف والهشاشة اللي موجودة. والاستسهال بقى انه نحشي معلومات وخلاص. يعني الميزانية تزيد 85% يبقى للعملية التعليمية والأنشطة، و20% مثلا للمرتبات. فمحتاجة تعديل شديد. عشان كده زي ما حضرتك بتقولي انها رؤية شاملة. هي رؤية شاملة لانه بنقول الاطفال هم مش الكائنات اللي بنتعامل معاهم دلوقتي، لا، الاطفال هم هو رجل المستقبل، هي امرأة المستقبل. طبعا بالزبط. طبعا طبعا. شكرا لك يا دكتورة سمية الألفي، الخبير في مجال الحقوق الطفل والمرأة، بالتوفيق ان شاء الله. تكون اشارات الربيع قريبة ان شاء الله. يا رب. شكرا لك دكتورة. وفاصل ونستكمل الفقرة بعد الفاصل. الذهب الأحمر، تلك التجارة التي تعد مصدر رزق لكثير من المغاربة. طبعا العادة أموالك الطائلة و انت عارفة انه فعلا الاستثمار في البشر هو اهم انواع الاستثمار. نستثمر في الاطفال فعلا علشان ما نرجعش بعد كده نقول احنا ليه مجتمعات متخلفة للأسف الشديد، ومجتمعات تجربتها غير ناضجة. مجتمعات تجربتها عمرها قصير. ملولين. ونرجع نقول في تجريف للمجتمع. تجريف. لانه احنا يعني قضينا على البذور. انت عارفه في السعوديه بيسموا الطفل الصغير ده بذره يقول لك البذوره. الله. لانه فعلا هو بذره. لازم فعلا ان احنا يعني زرعه لازم نراعيها. صح صح. تحديدا قبل ما نطلع بس الاقتصاد، قصه برلمان الاطفال في اليمن، انا ليش حتى القضايا اللي تمس اليمن، لانه انا معايشه هذه القضايا. برلمان الطفل في اليمن في اول تجربه سينار كانت تجربه فعلا زي ما اشرت انها رائده وتجربه قويه، لكن بالقياس المجتمعي الان تعالي، الاتجار في البشر اعلى نسبه في اليمن بالاطفال تحديدا. التدني في التعليم والتسريب من التعليم عشان يدخلوا الجيش يكون عنده 12 سنه وشايل سلاح. طيب اذا لا يفعل ما يقوله الاطفال في برلمانهم، لا يفعل على مستوى البرلمان. هو اساسا مشغول بحمل السلاح. طبعا طبعا. طيب خلينا نشوف اخبار المال والاقتصاد. جولة جديدة في أخبار المال والأعمال، أهلا بكم. قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن أعداد السائحين الذين يزورون البلاد تراجع بنسبة 32.4% في مارس الماضي على أساس سنوي،
وأضاف الجهاز بأن أعداد السياح بلغ نحو 755 ألفا في مارس مقارنة مع أكثر من مليون سائح في مارس لعام 2013، وهوت إيرادات مصر من السياحة إلى 41% خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار. وتضرر قطاع السياحة وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر منذ ثورة 25 من يناير، فيما تلقى القطاع ضربة أخرى بعد تفجير حافلة تقل سائحين كوريين نفذه متشددون. وعدت قطر بتخفيف القيود المفروضة على إقامة العمال الأجانب وتحسين ظروفهم بعد أن واجهت انتقادات حادة من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. وأعلن مسؤولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحفي عن تدابير تتعلق خصوصا بتخفيف شروط الحصول على تأشيرة خروج، والتي تضع العمال تحت رحمة أرباب عملهم في هذا البلد الذي يستضيف كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. ووفقا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان العاملين الأجانب الحصول من الآن وصاعدا على تأشيرة الخروج من وزارة العمل، ولن يكونوا تحت رحمة رب العمل الذي كان بإمكانه أن يمنعهم من مغادرة البلاد. قررت روسيا اعتبارا من الشهر المقبل أن تتعامل مع أوكرانيا وفقا لنظام الدفع المسبق لأسعار إمدادات الغاز الروسي. وستقوم شركة غازبروم الروسية في 13 من مايو بتقديم كشف حساب مسبق لكييف، وذلك لتسديد قيمة إمدادات الغاز الروسي عن شهر يونيو. وفي حال لم تستلم موسكو ثمن الغاز، فستقوم بقطع إمداداته عن أوكرانيا في 3 من شهر يونيو المقبل. وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قد طالب غازبروم الروسية بالانتقال إلى نظام الدفع المسبق لثمن الغاز الذي ستقوم روسيا بتوريده إلى أوكرانيا في الشهر المقبل. الجدير بالذكر أن الديون المتراكمة على كييف ثمنا للغاز الروسي قد ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار مؤخرا. ذكرت تقارير اقتصادية بأن شركة فايزر الأمريكية أكبر منتج للأدوية في العالم تعتزم زيادة قيمة عرضها للاستحواذ على منافستها البريطانية أسترازينيكا للمرة الثالثة. وأضافت التقارير بأن فايزر ومستشاريها يعدون عرضا جديدا سيزيد قيمة الصفقة قليلا عن قيمة العرض الحالي البالغ 50 جنيها استرليني للسهم الواحد، والتي رفضته أسترازينيكا، وهو عرض الاستحواذ الذي يبلغ 106 مليار دولار في الثاني من مايو الحالي. وقالت مصادر بأن فايزر ستطرح عرضها المحسن أمام مساهمي الشركة قبل أن تدرس إمكانية طرح عرض استحواذ، حيث تفضل فايزر حتى الآن صفقة الاستحواذ التوافقية نظرا للحساسيات السياسية التي تثيرها الصفقة سواء في الولايات المتحدة أو في بريطانيا. تطرح شركة بلاك بيري هاتفا جديدا منخفض التكلفة حصريا لإندونيسيا، أحد الأسواق القليلة التي ما زالت الشركة لاعبا رئيسيا فيها. وسوف يطرح الهاتف الجديد Z3 في الأسواق الإندونيسية في 15 من مايو الجاري مقابل 2199 روبيا إندونيسية، ويعتبر هذا هو الهاتف الأول الذي تطرحه بلاك بيري في عهد الرئيس التنفيذي الجديد للشركة جون تشين. وكانت بلاك بيري إحدى القوى المهيمنة في هذا القطاع، لكنها تواجه مصاعب في السنوات الأخيرة وسط منافسة متزايدة من شركات مثل أبل وسامسونج. لكن الشركة واصلت تحقيق النجاح في إندونيسيا لتصبح هذه الدولة الآسيوية سوقا رئيسيا لها. فوفقا للشركة، سيضم الهاتف الجديد محتوى وتطبيقات محلية تناسب المستخدم الإندونيسي. أعلن مساعد رئيس بلدية باريس جان فرانسوا بأن العاصمة الفرنسية لا تزال الوجهة السياحية الأولى في العالم على الرغم من المنافسة القوية مع العاصمة البريطانية لندن في عدد السياح الأجانب الوافدين إلى هاتين المدينتين. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر بلدية باريس تناول فيه حصيلة الموسم السياحي لعام 2013 إن باريس لا تزال الوجهة الأولى في العالم مع 47 مليون سائح، في حين أن لندن سجلت ما يزيد بقليل عن 35 مليونا، وتشمل أرقام السائحين هذه 6.16 مليون زائر أجنبي في تخلف بسيط عن عدد السياح الأجانب الذين زاروا لندن وهم 8.16 مليون، وذلك بحسب الأرقام التي نشرها المكتب البريطاني للإحصاءات خلال الأسبوع الماضي. ختاما مشاهدينا مع أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، حيث استقر سعر اليورو عند 1.37 دولار،
وانخفض سعر الجنيه الاسترليني الى 1.67 دولار امريكي. وعربيا ايضا استقر سعر الدولار عند 3.75 ريالا سعودي وعند 3.67 درهما اماراتي. وبعد محاولة المركز المصري لإيقاف نزيف الجنيه أمام الدولار وصلت قيمته إلى 7.1 جنيها مصري. مشاهدينا نهاية جولتنا الاقتصادية، دمتم في أمان الله. شفنا اسعار الذهب والمعادن النفيسه، لكن في دائما في حاجات كده تطلق باسم الذهب، الذهب الابيض هو القطن، الذهب الاسود هو طبعا البترول، الذهب الاصفر هو الذهب المعتاد، وهناك الذهب الاحمر. الذهب الاحمر، الزعفران. الزعفران، الزعفران هو معشوق المراه في داخل البيت. لو ما عندهاش زعفران في المطبخ يمكن ما تعرف تعمل كبسه حلوه، تعمل مش عارف دجاج بالزعفران، تعمل لحمه بالزعفران، لكن قيمته اكبر. قيمته انه حتى بيستخدم اوقات في مستحضرات تجميل. لا يحسب بالكيلو او بالربع كيلو، بالجرام، واقل من الجرام، زي الذهب فعلا. يعني الكيلو منه تقريبا ب 11000 دولار، متخيله؟ yeah. اها، شوفي لما بتروحي للعطار بيجيبها لك بالوحده، يفصلها لك بالملقط واحده واحده. زي المستكه كده برضه بتباع كده. المستكه كمان غاليه طبعا. الزعفران اصله ايراني، او اصله عفوا هندي، وانتقل منه الى بلاد فارس. كان بيزرع من تقريبا 3000 عام في الهند، في اقليم كشمير تحديدا، ثم انتقل الى بلاد فارس ومنه الى كل بقاع العالم. يعتبر الزعفران من التوابل النادره كما اشرنا، تباع بقيمه تقاس زي قيمه الذهب وبعض المعادن الثمينه، ما يجعله من التوابل الاغلى في العالم. لا يقاس الزعفران بالكيلوغرام او الجرام، بل يوزن بالمثقال مثل الذهب فعلا. خلينا نشوف التقرير عن الزعفران، حسب شم ريحة الذهب الأحمر. تضم بلدة تلوين الصغيرة في جنوب المغرب أكبر مساحات مزروعة بزهور الزعفران في المملكة. والزعفران من أعلى التوابل ثمنا في العالم، ويزرع في تلك المنطقة بالمغرب منذ قرون، ويشتهر الزعفران بنكهته المميزة وخصائصه العلاجية. وقررت جمعية تعاونية نسائية في تطوان شمال المغرب إضافة زراعة الزعفران إلى نشاطها في إنتاج مستحضرات التجميل والإضافات الغذائية. وقد قفز سعر الزعفران عالميا في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، منها حظر الولايات المتحدة استيراده من إيران. الزعفران هذا فعلا كما ذكرت راه هو بالتجربه ديالنا عرفنا انه عنده مردوديه ماديه، ولا قامت كل سيده في المنطقه يعني زرعت او سيد في المنطقه زرعوا يعني واحد المساحه الزعفران. وتستخرج زهور الزعفران يدويا في عمليه دقيقه تحتاج الى قدر كبير من الخبره، وينتج الكيلو جرام الواحد من الزعفران من بين 50000 و75000 من زهور النباتات. ويتراوح ثمن الجرام من الزعفران في تطوان ما بين 8 دولارات و 12 دولارا حسب الجودة. وتحقق تعاونية نوارة عين الحجر أرباحا مجزية من بيعه مباشرة للمستهلكين ومتاجر التجزئة. وهذا العام تقريبا أعطت الإنتاج تقريبا 800 جرام في الإنتاجية، وهذا يدل بأن المنطقة قابلة للتوسيع مع الانتاج. كملاحظة على الانتاج كنشوفوا اللون احمر قاني، كذلك من ناحية الرائحة جيد قوية، هذا يمكن ان يعادل. ويستخدم الزعفران في الطهي في اوروبا واسيا، ويضاف الى الكثير من اصناف الطعام التقليدية في بلاد شمال افريقيا. النتائج هي نتائج حسنة سنة، وإلا تمشى هذا القطاع ديال الزعفران تنمى في هذه المنطقة، هو غادي يشكل كذلك زراعة بديلة لبعض المزروعات اللي هي محظورة في المنطقة، إذا غادي يلعب واحد الدور مهم كدخل الفلاحين، غادي يساهم بواحد الدخل اللي هو دخل حسن كذلك للفلاح، غادي يمكن ليه يتجه لهذه الزراعة. وتسعى الحكومة المغربية إلى زيادة المساحات المزروعة بزهور الزعفران من خلال توفير البذور وتحسين وسائل الري وشراء الانتاج من الزراع. انا بشوفكم منضبط. لا اتعامل معنا عادي اليوم، يوم يعني نتكلم عن الزعفران. الزعفران الذهب الاحمر. طبعا معنا الاستاذ عبد الرحيم مزيان، مسؤول العلاقات الثقافيه بالسفاره المغربيه. تحياتنا لحضرتك. بارك الله فيك، سعيد جدا بلقائكم في هذا البرنامج.
شكرا. احنا صادق الله يكفيك. طبعا حديثنا سيطول عن الزعفران باعتباره ثروة وباعتباره مصدر رزق ودخل لكثير من الناس. تمام. اشرت حضرتك الى انها منطقة مشهورة جدا في المغرب وتقاس هي منطقة توب في زراعة زهرة الزعفران. نعم. نتحدث عنها قليلا. بالنسبة لزهرة الزعفران تعتبر يعني عنوان منطقة معروفة في المغرب، هي منطقة تاليوين. تاليوين لأنها تنتج قرابة 95% من الزعفران الذي يتم زراعته في المملكة المغربية. هناك مناطق أخرى مثل تجارب في الشمال في منطقة تطوان في تجارب لزرع. فالزعفران هو إحدى العلامات، قبل أن أتحدث عن منطقة تاليوين، هو علامة من علامات المملكة المغربية في المجال الفلاحي، في مجال الطبخ، في المجال الطبي، في مجال التجميل. لأن الذي يتحدث عن الزعفران يجد نفسه أمام عدة إحاءات حول الحضارة المغربية في مجال الطبخ، كذلك في مجال العلاج الطبيعي والشعبي. فالزعفران يمتلك كل هذه الخصائص المتنوعة كمادة غذائية من جهة، مادة فلاحية مدرة للدخل في منطقة شبه بعيدة عن المدن، مديرة للدخل ويعني بتعمل مكاسب كتير ازاي، وهي المساحات الشاسعة بتطلع في الاخر منتج قليل، يعني 150 الف زهرة علشان نعم. ناخد كيلو جرام واحد فقط من الزعفران. هذا يعتبر من دلائل ندرة هذه المادة وما يبرر كذلك ثمنها الغالي. فأصلا المناطق المخصصة لزراعة الزعفران هي مناطق صغيرة جدا مقارنة بالأنواع الفلاحية الأخرى. ثانيا هو ينمو في مناطق جبلية تفوق في الارتفاع 1400 متر، لأن أصلا منطقة تاليوين طبيعة خاصة يعني. تمام، طبيعة خاصة، طبيعة جبلية. كذلك عملية الجني والزراعة هي عملية شاقة بعض الشيء. للعلم فقط، فجني الزعفران يتم في فترة مخصصة بين الفجر وشروق الشمس. يعني وقت يعني مدة قصير جدا. ومدة الجني لا تتجاوز يعني بين 12 يوم و 20 يوما. بمعنى أن العملية تستدعي كون الزعفران يعتبر رأس مال كبير لمنطقة تاليوين. فمنطقة تاليوين هي منطقة فلاحية تقوم أساسا على الفلاحة، الرعي، المنتجات، استغلال المجال الغابوي. لكن الزعفران أعطى للمنطقة رأس مال جديد. وهي يعني الموسم بتاعه قد إيه تقريبا يعني في الأرض؟ بيقعد مثلا شهر اثنين ثلاثة ولا بيزرع على مدار السنة كلها؟ هو يزرع على مدار السنة. ممكن أن يبدأ، لأن هناك تقريبا مراحل متعددة تبدأ من نهاية شهر غشت وبداية شهر سبتمبر. فهناك مراحل متعددة يتم فيها يعني جني. فكما ذكرت تقريبا نصف كيلو من الزعفران يكلف 70 ألف إلى 80 ألف زهرة. كذلك عملية الجني هي عملية دقيقة جدا، زهرة بسيطة المعادلة. وعملية إزالة الشعيرات هي تقنية خاصة توارثتها يعني أجيال وعائلات في منطقة تاليوين. ويلعب العنصر النسوي دور أساسي في هذه المسألة، لأنه عنصر ناعم فيتعامل مع الزعفران بنعومة. تماما. ويقدر الذهب أيضا. تماما. أنتم مشهورين جدا بمجموعة من الأكلات الرائعة في المغرب. نعم. تعتبروا ملوك البهارات وملوك التحبيشة في الأكل، يعني خلينا نقولها لك باليمني مش هنروح. نعم. المغرب. فدائما ارتباطكم بالبهارات ارتباط عميق، ارتباط جذري. نعم. وتاريخي، مش مجرد أن شعوب دخلت عليكم أو أنتم نقلتوا حضارة. نعم. طيب استخدامكم لمادة الزعفران، أعتبر أن كل البيوت المغربية فيها زعفران بمناسبة أنه موجود عندكم، ولا بتكون أسر وأسر؟ لأنه إحنا في مصر أو في اليمن أو نعم. بنشتري بالمقدار البسيط جدا لما يكون عندك ضيف مهم أظن معه، غير كذا ما بتطلعوش. نحن كذلك فقط، لأن أنا أعطيك مثالا الآن ثلث المنتوج المغربي من الزعفران يستهلك داخليا. حلو. تمام. لأن أصلا عدة أكلات في المطبخ المغربي
تعتمد بشكل أساسي على الزعفران. على الزعفران صح. أصلا الزعفران هو كمادة يعني لديها عدة وظائف. من بين أبرز وظائفها هو إكرام الضيف. إن أن تضع الزعفران في أكلات معينة أو أن تضعه في الشاي فهذا دليل على ترحيبك الكبير. كذلك أنواع الطبخ المغربي اللذيذة طبعا أنا أتمنى أن تكونوا سبق لكم أن يعني تذوقتم من الطبخ المغربي. فالطبخ المغربي الذي هو يعني يراكم خبرات طويلة وتداخل حضارات كبيرة لكي ينتج ذلك الذوق الذي يميزه عالميا. جميل. ويعتبر الزعفران احد الاسباب يعني نعتبره هو روح الاكلات المغربيه. في بالنسبه للنظر لكونه باهظ الثمن باهظ الثمن صراحه فاقتناؤه يتم ولكن يعني الذي ياتي يقتني مثلا مقدار يعني 10 دراهم مغربيه يعني دولار كذا لمناسبه من المناسبات خاصة يستعمل في الحفلات العائلية والباقي يمكن التصدير بياخذ شكل أكثر. التصدير يعني أنا قلت لك بأن يعني الثلث يستهلك داخليا والثلثين يوجه للتصدير. عملية التصدير سوف تأخذ أبعاد جديدة صراحة بعد أن قام جلالة الملك بتدشين ما يسمى بدار الزعفران في مدينة تليوين. دار الزعفران؟ نعم دار الزعفران. دار الزعفران هي بمثابة مؤسسة لتوجيه الإنتاج والتسويق مراقبة جودة المنتوج وكذلك هي بورصة الآن لتسمين المنتوج في الأسواق العالمية. وكذلك دار الزعفران الآن تتوفر على مختبر لمتابعة الجودة ملتقى لتبادل الخبرات بين المنتجين وكذلك مؤسسة من خلالها يتم تطوير العمليات الجني واستعمال التقنيات. لأن الزعفران يعتبر من الفلاحات اليدوية زي كما لو أن الإنسان ينسج ضربية يدوية أو أي منتوج صناعة تقليدية ومن هذا ينبثق ثمنها الغالي يعني محاولات لزيادة الإنتاجية الفدان مثلا من المحصول. نعم بدل ما يكون قليل يكون أكثر من كده. هذه تعتبر الآن من السياسات الحكومية الآن الهادفة إلى نقل لأن تقريبا مدة 3-4 سنوات الماضية كان معدل الإنتاج السنوي من الزعفران في المغرب قرابة 1320 كيلوغرام. الآن مع وجود مخططات حكومية وصل الآن الإنتاج إلى قرابة 6700 كيلوغرام سنويا وفيها عملية تحسين دخل السكان وكما قلت لكم سابقا يعني يعتبر الزعفران أحد روافد الدخل يعني روافد الاقتصاد المغربي او احد القطاعات المدربة للدخل. بالمناسبة الزعفران كانت له عدة مساهمات في ابقاء السكان في المنطقة لان احنا معروف عندنا منطقة جبلية والمغرب كان يعاني منذ السبعينات من الهجرة القروية نحو المدن لكن الزعفران من خصائصه الجغرافية أنه استطاع أن يحافظ على كتلة سكانية في منطقة جبلية وعرة أولا. ثانيا أن الزعفران وتسويقه العالمي والدولي جعل المنطقة تنتقل من فلاحة معاشية إلى فلاحة تسويقية وهذا بدوره سوف يحدث عدة تغييرات حول الحالة السوسيو اجتماعية والثقافية داخل المنطقة. طبعا هتلاقيهم هم مملوك الزعفران يعني تماما مكتوب على باب المدينة من دون ما تدخلها ممنوع الدخول إلا وما معكش الزعفران في جيوبك. لا لازم لما تروح هم من أهل المنطقة يعتبرون من المناطق المشهورة بالكرم من كرم الزعفران طبعا من كرم الزعفران فلازم أنك لما تزور منطقة تليوين أنك تأخذ معك عينات من الزعفران عينتها الروسينا يعني تجارة مربحة فعلا. طيب يعني الشعب المغربي في مدن أخرى غير تلوين هل لديه نفس الإمكانية لزراعة الزعفران بنفس الجودة بنفس الكفاءة
ولا هو محتاج ظروف جوية حتى على الأقل معينة؟ هو بالمناسبة الزعفران عالميا هو مشهور في مناطق معينة ذات خصائص جغرافية ومناخية معينة. بالنسبة للمنطقة، لأن منطقة تلوين كانت تنتج الزعفران لقرون عديدة، وكانت تقايض به منتوجات أخرى، لأن في الوقت ما كانش فيه كانش فيه نقود نعم تشتري به مواد. قلت لكم في البداية أنه كانت هناك محاولات أخرى في شمال المغرب في مدينة تطوان، في جمعية وفي يعني تعاونية فلاحية تشتغل الآن على زراعة الزعفران وإنتاجه، لكن كما قلت لكم الذي يأخذ نصيب الأسد من الإنتاج هو منطقة تلوين التي تقع في الجنوب. بالمناسبة اجتمعت المنطقة في بعدها الفلاحي وإنتاج الزعفران، لأنها تقع في طريق بين مدينة تاودانت ومدينة ورزجات. تعرفون مدينة ورزجات وهي مدينة سينمائية مغربية معروفة، فيجمع أهل المنطقة بين خصائص الكرم ووجود الزعفران، إلى جانب أن المنطقة هي منطقة جميلة ومقبلة على ورزازات التي هي مدينة سياحية وسينمائية كبيرة جدا. يعني جمعت بين عمق الارتباط بالأرض ورائحة الزعفران، يعني زيارة المنطقة كلها فوائد طبيعية وغذائية، وكذلك في المجال التجميلي النساء يدركن جيدا هذه المسألة، لأن المغرب عرف كانت له تجربة سابقة في زيت الأرغان أو شجرة الأرغان. شجرة الأرغان الآن انتقلت من مادة غذائية للمنطقة وللمغرب إلى مادة تجميلية، يعني تتهافت عليها كبريات الشركات التجميلية خاصة في الأوروبا. بمناسبة أنك موجود اليوم معنا أستاذ عبد الرحيم، حابين نسأل برضو على النشاطات الثقافية للسفارة المغربية، نستغل وجودك في صباح مساء. ليش مقلين منها؟ ما فيش دائما مهرجانات تجمعنا، فولكلور زي أي مراكز ثقافية على مستوى السفارات العربية موجودة في مصر؟ نعم، المسألة ربما في جزء منها مرتبط بالظروف التي عاشتها مصر خاصة في السنوات الأخيرة، هذا جزء مؤثر رئيسي جدا. بالنسبة للأنشطة الثقافية بالعكس، أنا مثلا أذكرك هذه السنة كانت أنشطتنا الثقافية كثيرة جدا، شاركت المملكة المغربية من خلال مجموعة غنائية في المهرجان الموسيقى العربية، لا موسيقى السماع، مهرجان السماع الذي كان في القاهرة، فكانت مجموعة مغربية ممثلة في. كذلك شارك المغرب في مهرجانات سينمائية عقدت هنا في القاهرة وعقدت في شرم الشيخ والغردقة. المغرب يشارك في أنشطة كثيرة بمجموعات موسيقية، في أنشطة دار الأوبرا كان آخرها مشاركة مجموعة لموسيقى الطرب الأندلسية اليوم. وإن شاء الله نحن الآن سعادة السفير لديه مشاريع كبيرة، ونحن الآن بصدد الإعداد لبرنامج ثقافي نعرف به بالمملكة المغربية هنا ضروري. والحمد لله العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية هي علاقات قوية، وهناك تشابه كبير على المستوى الاهتمامات الثقافية والاهتمامات السياسية. نتمنى أن الأيام المقبلة تكون إن شاء الله زاهرة بالمجال الثقافي، لأن الحمد لله من بين أبرز مميزات المملكة المغربية وتنوعها الحضاري طبعاً والثقافي طبعاً والموسيقي والبيئي كذلك السياحة طبعا السياحة كذلك، فهذه فرصة أننا أستاذ عبد الرحيم مزيان مسؤول علاقات الثقافية بالسفارة المغربية، بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وأضفت إلى معلوماتنا الكثير عن السياحة في مناطق الزعفران. نعم، أنا كنت سعيد أكثر وأشكركم على هذه الاستضافة وشكرا جزيلا. شكرا، تسلم، وتحياتي لملوك الزعفران. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. فاصل قصير نسترجع فيه بقي لنا كم زعفران في البيت ولا شيء بعدين نرجع. بعد الفاصل روابط، جهود شباب واعد يأمل أن يرتقي بوطنه إلى مكانة أفضل. طبعا رؤية سريعة إلى أبرز ما نشر في الصحف العالمية. ما تزعليش هجيب لك زعفران، خلاص زعفران أعمل بيه عقد بقى إذا كان ذهب أحمر. صحف العالمية.
مرحبا بكم مشاهدينا في هذه المتابعة السريعة لأهم ما تناولته الصحف العالمية. نبدأها من الصحف الأمريكية، حيث ركزت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية على دعوة جواد ظريف لزيارة الرياض. وقالت الصحيفة إن إعلان السعودية عن توجيه دعوة لوزير الخارجية الإيراني لزيارة الرياض تمثل خطوة لكسر الجليد في واحدة من أكثر العلاقات العدائية في الشرق الأوسط بسبب الكثير من الملفات، أهمها سوريا والعداوات في العراق ولبنان والبحرين واليمن، وذلك قبيل المحادثات الهامة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والتي ستجرى في فيينا هذا الأسبوع. إلا أن الصحيفة رأت أن الوقت لا يزال مبكرا للقول ما إذا كانت الخطوة السعودية تمثل بداية إعادة تقارب أوسع يمكن أن يساعد على استقرار المنطقة حسب ما يقول محللون ودبلوماسيون. فإيران لم تقم بالرد بعد ولم يتم تحديد موعد للزيارة، وتشير الصحيفة إلى أن السعودية لن تبادر بدعوة مسؤول إيراني إلا إذا حصلت على تنازل على واحد من الملفات التي تشكل الخلافة بين البلدين. أما مجلة ذا مونيتور الأمريكية أشارت من جانبها في نفس السياق بأن إيران رحبت بدعوة المملكة العربية السعودية لوزير خارجيتها لزيارة المملكة، ولكن لم تؤكد بعد فيما إذا كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيقوم بهذه الزيارة أم لا. تناولت الصحف البريطانية العديد من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها البرنامج النووي الإيراني. فنقرأ من صفحة الرأي في صحيفة التايمز مقالا بعنوان الغرب الحالم يسقط في شرك إيران. يقول روجر بويس كاتب المقال إن الرئيس الإيراني حسن روحاني هو الواجهة المقبولة دوليا للنظام، ما زال مصرا على إنتاج قنبلة نووية. ويتابع بويس أنه الآن في الوقت الذي تدار فيه السياسة الخارجية في الغرب من قبل رئيس أمريكي يؤثر السلم، وفي الوقت الذي أصبح الغرب فيه استسلاميا يمكننا الآن أن نتحدث عن كيفية منع إيران من امتلاك قنبلة شيعية كما يصفها الكاتب، مشيرا أنه لا يمكن في الوقت الحالي إيقاف إيران عن امتلاك قنبلة نووية. ويرى بويس أنه طالما تمتلك إيران الإرادة السياسية للحفاظ على برنامجها النووي ولا تدع الغرب يتحقق بصورة جدية وفعالة من خطط استخدامها للبرنامج النووي لأغراض عسكرية، فإننا بلا محالة سننتظر ظهور قنبلة نووية إيرانية تدعم وضع إيران كزعيم للشيعة في شتى أرجاء العالم. ويضيف كاتب المقال أن أوباما يتعرض لضغوط لتحقيق نجاح لسياساته الخارجية بعد سلسلة من الإخفاقات مثل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واستمرار بقاء الأسد في السلطة، وقد يمثل الاتفاق الذي يزيل خطر التهديد النووي الإيراني قبل انتخابات منتصف الفترة الرئاسية الثانية لأوباما في نوفمبر مثل هذا النجاح. ومن صحيفة الديلي تيليغراف نطالع تحقيقا كتبه ريتشارد سبنسر من غريان في ليبيا بعنوان رحلة يائسة إلى أرض الميعاد. يقول سبنسر إن ليبيا تقف على مفترق طرق لنزوح كبير للمهاجرين الذين يخاطرون بكل شيء للحصول على حياة جديدة في أوروبا. ويقول سبنسر إن مسؤولين ليبيين قالوا للتليغراف أن نحو 250 ألف مهاجر غير شرعي يختبئون في ليبيا حاليا بانتظار دورهم للعبور إلى أوروبا، ويساعدهم في ذلك النظام الأمني المتداعي في ليبيا. ونقل الكاتب تصريح العقيد زياد علي أرحومة نائب رئيس خفر السواحل الليبي بأن الحكومة الليبية لا توجد لديها سيطرة على الإطلاق على الحدود الجنوبية، وأن أعداد اللاجئين القادمين من دول أفريقيا وجنوب الصحراء الغربية خاصة إريتريا والصومال ومن سوريا لا يمكن التعامل معها. نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية دراسة ترصد ارتفاع عدد المدنيين ضحايا الأسلحة التفجيرية حول العالم. وقالت الصحيفة البريطانية إن عدد قتلى ومصابي الأسلحة التفجيرية يرتفع في جميع أنحاء العالم مع اتجاه الحكومات والجماعات الإرهابية إلى إلقاء القنابل والصواريخ على المناطق المأهولة بالسكان. وأشارت الصحيفة إلى أنه وبحسب الدراسة التي تناولت الآلاف من الهجمات التي وقعت العام الماضي في 58 دولة، فإن هناك 15% زيادة في عدد المدنيين القتلى أو المشوهين جراء استخدام الأسلحة التي تحدث دمارا على نطاق واسع كالسيارات المفخخة وقذائف الهاون وصواريخ تطلق من طائرات دون طيار
وتوقعت الصحيفة أن تزيد الأرقام المنشورة من الضغوط على الدول من أجل مراجعة سياساتها بشأن استخدام الأسلحة التفجيرية وانتقاد ارتفاع الوفيات والإصابات في مناطق مثل سوريا ونيجيريا وأفغانستان. ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. تكلمنا في البداية عن الأطفال وكيفية الاهتمام بالأطفال وإشراكهم في الحياة السياسية، إشراكهم في المجتمع ككل، تغيير نظرة المجتمع إلى الطفل باعتباره بعد ذلك هو رجل أو امرأة المستقبل. صح. في هذه المرحلة بتمر يعني في انتقاله من الطفولة إلى طور الرجولة، هناك فئة يعني لا يستهان بها، هي فئة الشباب. فعلا، ودائما هناك مبادرات تنطلق، ودائما هناك احساس دافي بحب الوطن، احساس دافي بان احنا لازم نجمع شملنا كلنا علشان نبني شيء مفيد، حتى ان لم يكن الصوت مسموع اوقات بسبب روتين حكومي وبسبب اشياء كذا بتعكنن على الشباب صراحه. ولا سنرى اقولها لك، احباطات احباطات ثوره تطلعات تليها ثوره احباطات. اي والله، عدم تمكين فعلا، التقليل او الاستهانه بقدرات الشباب وبنظرتهم للحياه. ايش هتسووا يعني؟ اللي عملوه غيركم انتوا هتعملوه. هذه انا مره كده بفتح التلفزيون، كنت لسه صاحيه من النوم، فشفت ضيف في برنامج صباحي وبيتكلم انجلش يعني، فانا قلت ايه ده، هو في مهرجان فني اليومين دول؟ لانه شاب وسيم وصغير في السن. اكتشفت انه نائب رئيس وزراء ايرلندا، شاب فعلا لا يتجاوز يعني اوائل الثلاثينات. ما هو كان في تعليق من يومين حتى في برنامج سياسي، والضيف اللي كان بيتكلم ضيف يحترم يعني يؤخذ برايه، انه ليش في كلام نواعم. صح، في كلام نواعم. كانت بتتكلم على قصه انه ليش الحكومات ما فيها الشباب، ليش ما فيها الشباب فعلا؟ ما هو الشباب قادر يقرا مستقبله من واقع مجتمعي هو عايش داخله، هو عايشه فعلا، مش محتاج ان هو حتى يتقمص دور حد او ان هو يتفهم. تجديد الدم، تفعيل هذه الفئه تحديدا، تجديد الدم والحماس، وحتى اندفاع الشباب يمكن يعني وضعه في اطاره السليم والاستفاده من الافكار الخلاقه. ومبادرات جميله والله. طبعا احنا مبادره مؤسسه روابط للاهتمام بالشباب، ومن خلال تفعيل نظرة الأمل للغد والاهتمام بما هو قادم. خلينا نشوف هذا التقرير ثم نستضيف أحد رواد مؤسسة روابط. مجموعة من الشباب المتطوعين أرادوا أن يحولوا طاقتهم المفعمة بالشباب إلى طاقة بناءة لمجتمعهم ووطنهم، فجاءتهم فكرة مؤسسة روابط، تلك المؤسسة الشابة التي يعتمدون من خلالها على توعية الشباب وخدمة مجتمعهم، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية التي يحرصوا عليها دائما، كدورة مهارات العرض والتقديم، ودورة الذاكرة والتذكر، ومجموعة أخرى من الدورات التي بدورها تعمل على تنمية مهارات الشباب. ليس هذا فحسب، ولكن هناك دور أكثر أهمية تلعبه مؤسسة روابط، وذلك من خلال قوافل الخير التي يتبنوها، حيث يتم توفير احتياجات بعض الأسر البسيطة التي تحتاج إلى بعض الدعم، سواء أكان دعما ماديا من خلال كراتين بها بعض احتياجاتهم المنزلية أو احتياجاتهم الطبية من دواء وحملات خاصة للتبرع بالدم، إضافة إلى عمل قوافل طبية وحملات للتوعية ضد فيروس سي وبعض الأمراض الوبائية. ليس هذا فحسب، ولكن هناك أنشطة ترفيهية كمعسكرات فريق الطلائع، يضاف إلى ذلك المناسبات الخاصة كعيد الأم ويوم اليتيم، حيث يقدمون شكلا مختلفا للاحتفال والاحتفاء بهم. معنا يعني أحد أعضاء مؤسسة روابط، وهي هداء الجالي. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك هداء. هداء، المؤسسة يعني بتتكلم أكيد عن أنشطة مختلفة، أنتم مبادرة زي كثير من المبادرات اللي طلعت، للأسف الشديد ما كانش في داعم أساسي لكم. أكيد أكيد طبعا. يعني هل بيرسلف كله بيعاون نفسه؟ لا بصي، أنت تكلمي عن الدعم عامة. الدعم عندنا يعني أولا من اشتراكات الأعضاء السنوية، أعضاء الجمعية عامة، الجمعية نفسها. ده بيبقى من 35 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، بيبقى دعم شهري. دعم المتطوعين والاعضاء القادرين، يعني مثلا لو حضرتك مثلا متطوع معانا شايفه ان انت مقتدره، فبتبرع لنا كل شهر بمبلغ معين.
في اللوجو بتاع شعار الشركات، شعار بتاع الشركات زي سبونسر يعني، على على الكارنيه بتاع العضويه. بس دي بتبقى يعني، وطبعا في ناس تانية ممكن سمعت عن روابط بتحاول مثلا تتبرع بمبلغ كده، في الحالات اللي بتبقى معانا حد بيتكفل بيها. طب قولنا بقى ايه الانشطه علشان تستقطبوا متبرعين او ان حد يؤمن بالفكره يعني؟ بس هي روابط اصلا اول حاجه تربويه تنمويه خيريه. يعني ثلاث فروع التربويه، الشق التربوي احنا بنعمل للاطفال، يعني عندنا الطلائع الاطفال اللي اقل من 18 سنه بنعمل لهم ورش عمل، بنعمل لهم ندوات تاهيل، يعني اللي هو بنخليه طفل يبقى يعني اللي هو توعيه، يعني تبقى توعيه عامه. في الجامعات بنعمل اسر اجتماعيه في الجامعات، ندوات، ورش عمل، يعني حفلات. بجالكم كم سنه او من متى بادئين؟ ابتدت الاول في نادي نادي دمنهور، محافظه دمنهور، محافظه البحيره دمنهور، وبعدين بدات على مستوى مراكز، يعني هو 16 مركز في محافظه البحيره، وبعد كده انتقلنا للمحافظات، القاهره، المنوفيه، الشرقيه، الغربيه. فين بيبقى قد ايه يعني بتاخدوا مثلا طلائع متطوعين الشباب؟ يعني حضرتك قصدك متطوعين ولا المتطوعين؟ فكره متطوعين معانا مثلا المتطوعين بيبقوا بيشتغلوا وبيدرسوا في نفس الوقت، بيبقى في وقت فراغه بيجي يشارك معانا. بيدرس يعني معاكم ولا بيدرس بره تقصدي؟ لا بيبقى هو اصلا طالب وبيتطوع معانا، بيبقى متطوع وبيشارك معانا في وقت فراغه في الايفنتات. في الايفنتات مثلا لو في حاله مثلا في مكان بعيد بيروح، يعني مشاركه ان هو بيكون في وقت فراغه بيعمل حاجه خير. يعني قول لنا ايه النشاط بصي اولا احنا ما حدش فينا بيستفاد بحاجه، يعني احنا بنعمل حاجه دي يعني لربنا يعني. مش كده فاهمه ايه اللي سمع؟ عايز حاجه نقول ما دام مكان لله دام واتصل، ومكان لغير الله يعني انفصل. فاللي هو يعني الشباب بيشترك حاجه لربنا اول حاجه، ثاني حاجه تنميه المجتمع. دلوقتي السياسه اي حد بيتكلم فيها او بيخش فيها بقت ملوثه. طيب عامه يعني ده خلينا نرتب افكارنا. الفكره ايه؟ انتوا لاي يعني مثلا اسر فقيره بتروحوا لدار ايتام، بتروحوا لمؤسسات خيريه؟ دي الانشطه عامه، النشاطات انا قلت لك الشق التربوي ان احنا طلائع الاطفال، وعامه كمان الجامعات، في مراكز الشباب احنا بنركز كمان على مراكز الشباب اللي هي مهمله اصلا. مراكز الشباب دلوقتي يعني في مصر عامه زي مثلا اي مركز شباب مهمل، مش بيهتموا بالندوات بالندوات بالحفلات بالانشطه جواها. احنا بنحاول ان احنا ناخد اذن من وزاره الشباب وبنخش جوه الانديه دي او مراكز الشباب دي، وبنحاول ان احنا نعمل الندوات دي او دورات تاهيل للشباب وبنوعيهم. دلوقتي يعني احنا عندنا اهم حاجه التنميه، يعني التنميه الاجتماعيه. الشق الخيري احنا طبعا عندنا يعني الايفنتات، اول حاجه ايفنتات التوعيه واللي ضد فيروس سي والامراض، مثلا في اللي هو مرض انيميا البحر المتوسط اللي هي نقص الحديد في الدم. دي احنا عاملين قريب ان شاء الله ايفنت عليها، دي عاملينه باسم منتصر ينتصر عشان الاطفال يحبوها ويشاركوا فيها من سن 3 سنين لسن 10 سنين. يعني في ايفنتات كتير طبعا، في قوافل طبيه بنعملها في القرى والنجوع والمناطق الشعبيه. ابرز القوافل الطبيه اللي عملتوها وكان لها صدى كبير وواسع عامه في البحيره. احنا هنبدا ان شاء الله في اسكندريه قريب، يعني بنختار المناطق العشوائيه والقرى والاماكن يعني المهمله اصلا، يعني من جانب المؤسسات المؤسسات الخيريه. محو اميه مثلا، محو بنعمل فصول محو اميه، وبنعمل كورسات تاهيل كمان للشباب عامه. الدوله ما اهتمتش تتابع، الدوله ما اهتمتش تدعم فكره الدعم المادي، يعني الفكره كلها انه تبع يعني مشهره برقم 2010 لسنه 2013، لكن ما لكمش اي انتماءات سياسيه؟ لا لا لا، ولا اي انتماء سياسي، لا خالص، ولا اي انتماء سياسي اصلا. يعني اهم حاجه عندنا تنميه المجتمع. احنا عملنا الفكره دي يعني بدانا من 4 سنين، والحمد لله وصلنا دلوقتي ان احنا بقينا في المحافظات، ناس كتير يعني شاركت معانا، عدد كبير من المتطوعين.
يعني عامة يعني انتشرنا الفكرة انتشرت الحمد لله. بس احنا حلمنا شباب يعني مش مجبرين على اهم حاجة. انا فخورة جدا اصلا ان انا انتمي للمؤسسة دي، وان المؤسسها او بداية الفكرة كانت من المهندس طارق عثمان. يعني هو كان ابتدى تقريبا يعني في ظروف طبعا من بعد الثورة وكده، الظروف كانت صعبة وكان لوحده، بدأ مع ناس تانيين، بدأ الموضوع يكبر، وبدأنا الحمد لله دلوقتي يعني بقينا عندنا أكبر عدد متطوعين. يعني بتعملوا مطبوعات لا، أولا النت، البيج بتاعنا على النت مؤسسة روابط بالعربي، يعني اللي حابب يشارك معنا مثلا، حد بيكلم، احنا المتطوعين بيتكلموا مثلا مع صحابهم في الجامعة، مع صحابهم برا الجامعة، بيبدأ كل واحد مثلا تعجبه الفكرة ان هو عايز يشارك في حاجة خير، ممكن يشارك بوقته، ممكن يشارك بفلوسه، ممكن يشارك بأي حاجة يعني بأي حاجة عامة، بس هو يبقى شارك معنا. طبعا يعني بدأ الاسم، يعني الحمد لله بدأنا نوصل لناس كتير. حلمنا ان احنا نبقى في الوطن العربي كله، يعني احنا دلوقتي يعني احنا كان حلمنا الاول محافظات مصر، دلوقتي بقى حلمنا الوطن العربي كله. يا رب زي ما بيقولوا كده، مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه. طبعا احب ان انا طبعا اشكر طبعا كل الناس اللي معانا، الاعضاء اللي معانا في روابط، مسؤولين يعني مثلا طلائع والمتطوعين وكل حد طبعاً شارك معانا، وكل حد كان ليه دور معانا. الشكر طبعا طبعا يعني كل في ناس، يعني احنا كنا يعني احنا بنشتغل اصلا او بنعمل حاجات دي في ظل ظروف سياسيه وصراعات سياسيه صعبه طبعاً جدا. صح، وهو البلد عمق التحدي ان انت تتحدي واقع قد يكون يعني في اجتهاد وفي يعني احنا مش مهتمين اصلا بالوضع السياسي. الناس الغلابه مش هيهمها مين الرئيس او مين ماسك البلد، يهمها اكل العيش او رغيف العيش. انا حابه بس في حاجه عايزه اقولها، في حاله معايا في اسكندريه، هي ست كبيره، هي بقى لها 12 سنه قاعده على الرصيف في وش المستشفى الميري. الست دي كان بيتها اتهد والمحافظ وعدها بشقه وما جاب لهاش شقه، هي بقى لها 12 سنه عايشه على الحلم او وعد ان هي يجي لها شقه، هي مشلوله اصلا. قصتها طبعا اتنشرت الاسبوع اللي فات في الاهرام المسائي، وحاولنا ان احنا نوصل لحد ان هو حتى او وزير الاسكان حتى يجيب لها شقه. هي يعني عايزه اقول لك هي قنوعه جدا، هي ما تقولش هي عايزه فلوس ولا اي حاجه، يعني وحتى من خلال صباح مساء، انا مش حابه اقاطعك بس لانه الوقت خلاص قل او شكل انتهى، بس احنا من خلال صباح مساء مناشده طبعا لمن يهمه الامر، انه طالما في حالات زي كده وبحاجه للمساعده يا ريت يتواصلوا معانا. طبعا يعني هي وغيرها اكيد طبعا في حالات كتيره محتاجه ان الناس فعلا محتاجه دعم مجتمعي كامل. بنشكرك هداء الجالي، احد اعضاء مؤسسه روابط. شكرا جزيلا، التوفيق لكم ان شاء الله. التوفيق. احنا معنا اخيرا تقرير جميل يا رب يعجبكم، حول حظر الصين اكل لحوم الحيوانات المهدده بالانقراض حفاظا على تلك الثروه الحيوانيه. نشوف ايش الحيوانات المهدده. الصين تحظر أكل لحوم الحيوانات المهددة بالانقراض، هكذا أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، حيث أكدت أن الحكومة ستعاقب بالسجن لعشر سنوات أو أكثر كل من يأكل لحوم الحيوانات النادرة بموجب تفسير جديد للقانون الجنائي. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لسد ثغرة قانونية وتوفير حماية أفضل للحياة البرية حسب التقارير الإعلامية. وتصنف الصين 420 نوعا من الحيوانات كأنواع نادرة أو مهددة بالانقراض، ومنها الباندا والقرد الذهبي، وهو أحد أنواع القردة والدببة الأسيوية السمراء، والبنغول، وهو حيوان من آكلات النمل، وكل هذه الأنواع مهددة بسبب الصيد الجائر وتدمير البيئة والإقبال على أكل أجزاء من تلك الحيوانات لأسباب علاجية مفترضة. وزاد استهلاك لحوم الحيوانات النادرة في الصين بعد أن أصبحت أكثر ثراء، إذ يعتقد البعض أن إنفاق آلاف اليوانات على تناول هذه الحيوانات يمنحهم مكانة اجتماعية مميزة. ما أحلى تاكل البامبو. لا تحس أنه قاعد كده رايق وقاعد بيأذى أو بيمص قصب.
لا انت شفتي الباندا هو صغير الله يا رب كربوج كربوج انت عارفه انه فعلا المشكله في انه الحيوانات المهدده بالانقراض مساله العرض والطلب انه لما بتكون قليله ده بيزود الطلب عليها بيزود سعرها, سعرها وبالتالي بتبقى نوع من انواع فعلا حتى الواجهه الاجتماعيه زي لحوم النعام والغزال وبعض انواع اللحوم الغاليه صح. فانه يتعمل زي محميه طبيعيه كده للحيوانات المهدده بالانقراض ويحظروا كمان اكلها بقانون صح. يعني مش بس محميه طبيعيه لا في قانون بيحظر اكل الحيوانات المهدده بالانقراض. كان جديد بالنسبه لي ان الباندا اساسا بتتاكل. والله اللي خلاهم ياكلوا الصراصير والضفادع والخير يعني اسفين ان احنا نختمها معاكم كده بس لا الباندا حلو كيف كربوج شكله حلو كمين. نشوفكم على خير ان شاء الله صباح مساء جديد ونبدل الاورنج يكون صوب الى اللقاء شطرنج معكم